عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. فقال ابن مسعود ألم تقرأني هكذا وكذا؟ فقال بلى كلاكما محسن مجمل. قال فقلت له فضرب صدري فقال يا أبي بن كعب إني أقرأت القرآن. فقيل لي على حرف أو على حرفين؟ قال فقال الملك الذي معي على حرفين. فقلت على حرفين. فقال على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي على ثلاثة. فقلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كف. إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو عليما سميعا فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد الخزاعي عن أبي بن كعب قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها وقرأ رجل آخر خلافها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب قال سمعت رجلا يقرأ فقلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت انطلق إليه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أستقرئ هذا؟ فقال اقرأ. فقرأ. فقال أحسنت. فقلت له أولم تقرئني كذا وكذا؟ قال بلى وأنت قد أحسنت. فقلت بيدي قد أحسنت مرتين. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي الشك. ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إن ملكين أتياني. فقال أحدهما اقرأ على حرف. فقال الآخر زده. فقلت زدني. قال اقرأ على حرفين. فقال الآخر زده. فقلت زدني. فقال اقرأ على ثلاثة. فقال الآخر زده. فقلت زدني. قال اقرأ على أربعة أحرف. قال الآخر زده. قلت زدني. قال اقرأ على خمسة أحرف. قال الآخر زده. قلت زدني. قال اقرأ على ستة. قال الآخر زده. قال اقرأ على سبعة أحرف. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان عن أبي بن كعب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتني ملكان فقال أحدهما للآخر أقرئه. قال على كم؟ قال حرف. قال زده. قال حتى بلغ سبعة أحرف.